السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ يا رب تكونوا بخير، وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من اللعبة الرائعة توب فور باتل جيم. اليوم راح نتكلم عن معركة النخبة وشو هي ميزاتها وشو بتفيد أكثر شيء. تابعوا معي الفيديو للآخر. طبعا معركة النخبة تزيد من قوة ال يعني تزيد لك الضرر أكثر شيء. المحترف الميكانيكي بيفيدك اكثر شيء اذا كان عندك تحالف، ويفيد اصحابك بالتحالف. نروح نشوف شو هي ميزات معركة النخبة. اول شيء عندك هاي اللي هي حمل معارك، زيادة هجوم القوات عند مهاجمة القاعدة بنسبة 10%. مثلا اذا هجم عليك واحد، هجم على قاعدتك، يعني يزيد لك هجوم القوات اللي عندك بنسبة 10%. وعندك كمان زيادة ضرر الضربة الحاسمة، هاي الضربة الحاسمة معروفة، يزيد لك اياها بنسبة 15%. وعندك كمان زيادة الضرر ضد القوات المحايدة بنسبة 15%، مثلا مطرقة الحرب او زعيم العالم او قوات فيلق الظلام، يعني يزيد لك الضرر ضدها بنسبة 15%. وزيادة الضربة الحاسمة لكل القوات، هاي كمان ضربة حاسمة، هون يعني هون عندك الضربة ضرر الضربة الحاسمة، وهون عندك زيادة الضربة الحاسمة لكل القوات بنسبة 15%. وهون عندك هاي الجوائز، هاي الجوائز تحصل عليها عند قوات عند قتل مثلا منطقة الحرب، مثلا قوات فيلق الظلام، يعني كل شيء قوات فيلق الظلام مطرقة حرب، يعني راح تحصل على جوائز مثل نفط وغذاء وإلى آخره. طبعا قبل كان في عنا خيارين، قبل ما يجي هذا التحديث كان في محترف التكتيكات وكان في المارشال الكبير. أنا كنت قبل هذا التحديث مختار خيار محترف التكتيكات. طبعا محترف التكتيكات يزيد الضرر أكثر شيء، وكمان ما المارشال الكبير كان كثير كويس، بس انا اختاريت المحترف التكتيكات بالتحديث السابق. هون عندك زيادة سمة دفاع البطل، يعني هذا يزيد لك دفاع البطل بنسبة 10%. وهون عندك تدريب النخبة عند الاستخدام تزداد خبرة البطل، خبرة البطل كمان تزداد 10%. وهون عندك زيادة سمات معركة البطل بنسبة 10%. هون زيادة عندك زيادة حيوية القوات. طبعا معركة النخبة أكثر شيء تفيدك للمعارك، يعني للمعارك أكثر شيء تفيدك معركة النخبة. الجمع وما للجمع وللتطوير وغير شغلات، يعني مثلا تطوير المباني، عندك المحترف الميكانيكي. طبعا الفئتين كويسين يعني صراحة. هون عندك كن ذكيا وشجاع، زيادة سمات القاعدة، سمات القاعدة للبطل بنسبة 10%. هون عندك زيادة هجوم كل القوات، وهون عندك خفض الضرر القادم من كل القوات بنسبة 20%. هذا يخفف لك الضرر، مثلا اذا مثلا قواتك اجتها ضربة من عند الخصم، يعني يخفف لك الضرر. هون عندك زيادة هجوم القوات عند مهاجمة القاعدة بنسبة 15%. هون عندك زيادة سمات معركة النخبة بنسبة 10%. وأحسن شيء أحسن شيء اللي هو الثلاث أبطال. طبعا هاي قديمة كانت بالمارشال الكبير، هو كان قبل اسمه المارشال الكبير، هلا صار اسمه معركة النخبة. أحلى شيء فيه إنه في ثلاث أبطال، يعني تقدر ترسل ثلاث أبطال على المعركة مثلا بهذا الشكل. مثلا إذا نروح مثلا هلا خلي نروح على المنطقة الرملية، تدريبات المنطقة الرملية، هو ما بقى عندي فرص. مثلا نروح نهجم على قوات فيلق الظلام بهذا الشكل، نحط هجوم. هلا صار فيني ارسل ثلاث ابطال. انا قبل لما كنت بالمحترف التكتيكات ما كان يحق لي غير ارسل بطلين، هلا صار يحق لي ارسل ثلاث ابطال. طبعا اذا عندك ثلاث ابطال خمس نجوم والمكونات عندك كلها فوق التسعة، يعني أمورك طيبة، يعني تعتبر أسطوري باللعبة. خلي برسل معهم الفهد مثلا بهذا الشكل، نحط أو نسيت أحط الدبابات القوات هيك بهذا الشكل.
يعني شغلة كثير حلوة يعني انه ثلاث ابطال، يعني تقدر مثلا تحط بطلين يعني هجوميا وبطل دفاعي، مثلا تحط كاتيوشي والفهد وتحط معهم برادلي للدفاع، يعني راح يفيدك كثير كثير راح يفيدك. طبعا اخواني مثل ما قلت لكم محاربي النخبة للمعارك افضل من المحترف الميكانيكي. هلا شو بقى عندي؟ بقى عندي هاي الشغلات يعني شغلتها مطولة، طبعا مطولة الشغلتين. مثلا عندي هاي كويس، هسه في عندي 400 وقطع بطاقات النخبة. هلا انا عم طور زيادة سمات دفاع البطل، هاي راح تفيدني كثير. وكمان عندي هاي الثانية اللي هي كن ذكيا وشجاع زيادة سمات معركة البطل، كمان هاي راح تفيدني كثير. انا حاليا راح اهتم بتطوير هدول وبعدين اجي على هاي اللي بالوسط لانه راح يفيدوني كثير. ما تبقى يعني كان بحس انه كانه دمجوا المحترف التكتيكات مع المارشال الكبير بهذا التحديث، يعني كانه دمجوهم مع بعض. هون عندك زيادة ضرر القوات البحرية ضد القوات البرية، وهون عندك زيادة ضرر القوات الجوية. هن حاطين هاي الثلاث شغلات، مثلا اذا انت تستخدم قوات برية او جوية او بحرية بس بدك ترقيهم كلهم اجباري، بدك ترقيهم كلهم. هاي مثلا اذا مو تقول انا عندي قوات برية مثلا شو بدي بالقوات البحرية، انا مثلا استخدم قوات برية شو بدي لا بدك ترقيهم كلهم اجباري لحتى تنتقل على اللي بعدهم اللي هي هاي. فإذا كان استخدامك جوي ولا بحري ولا بري، حتى إذا كان إذا مثلا تستخدم مثلا قوات معينة إجباري بدك ترقي هذول الثلاثة. وهاي أنا شايفة شغلة حلوة الصراحة، يعني يمكن بالمستقبل أنت تفكر مثلا إنه تترك القوات البرية مثلا وتنتقل لاستعمال القوات البحرية، هاي تفيدك كثير. هاي كمان مقاومة المتقدمة، خفض الضرر القادم من كل القوات. وهون عندك كمان هاي اللي هي زيادة الدفاع على المدافع، هذا يزيد لك الدفاع بالقاعدة طبعا. وعندك هاي زيادة الدفاع على المدافع كمان، هاي كمان نفس الاسم ما بعرف، يعني هي كمان تفيدك بالدفاع عن القاعدة أكثر شيء. وهون عندك تكتيكات الحصار عند استخدام نوعين من القوات وأكثر، زيادة الضرر بنسبة 20%. طبعا أنا هاي شفتها بالمحترف الميكانيكي، انا شفتها بالمحترف الميكانيكي موجودة. هاي هي عند استخدام نوعين من القوات او اكثر زيادة الضرر بنسبة 20%، وعند استخدام ثلاث انواع من القوات زيادة خفض الضرر بنسبة 30%. يعني اذا مثلا تستخدم نوعين، مثلا تستخدم بحري وجوي، يعني يعطيك زيادة الضرر بنسبة 20%. واذا مثلا تستخدم ثلاث انواع، مثلا تستخدم بحري وجوي وبري، راح يعطيك زيادة خفض الضرر بنسبة 20%، يعني يخفض لك الضرر اللي جاي من هجوم قوات الخصم. طبعا شباب أنا شايف إنه المحترف الميكانيكي يعني تقريبا في كتير شغلات يعني متشابهة مع مقاتلين النخبة، أما المحترف الميكانيكي اللي يستخدمه أكثر شيء اللي ما بيشحنه كثير راح يستخدمه المحترف الميكانيكي. طبعا الاختصاصين كويسين، يعني اختصاصين كويسين. المحترف الميكانيكي كمان بعد التحديث الأخير، وين وصلنا؟ بعد التحديث الأخير بعد ما أضافوا الثلاث أبطال، يعني صار يعني اختصاص كثير حلو. يعني بعد هاي الميزة يعني أكثرية الشباب كانوا قبل أن كانوا يفضلوا إنه يحبوا إنه يصيروا محترف ميكانيكي، بس الثلاث أبطال كانت عائق. يعني ما كان في ثلاث أبطال، كانوا يستخدموا قوات النخبة. هلا انا متاكد انه في كثير شباب يعني قلبوا على المحترف الميكانيكي بعد هذا التحديث، بعد ما اضافوا الثلاث ابطال. هون عندك هاي هون علامة الاستفهام في قيد التطوير، قريبا سترى النور. اكيد راح يحطوا لنا كم شغلة كمان يعني بالمستقبل، ايه يعني بدهم يانا نظل نلعب باللعب 10 سنين لقدام. هيك الظاهر يعني.
بالنهاية إخواني كان هذا فيديونا اليوم عن معركة النخبة أو مقاتلين النخبة أو المارشال الكبير أو شو ما تسموها سموها. هذا هو يعني المارشال الكبير يفيدك أكثر شيء، معركة النخبة تفيدك أكثر شيء بالهجوم. بالهجوم يعني كثير كويسة، يعني إذا أنت من الناس اللي تحب المشاكل معركة النخبة لا لك، بس إذا أنت من الناس تحب التعاون والسلام لا اختار المحترف الميكانيكي. تمام اخواني، بالنهاية بتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. اذا عندكم اي سؤال او اي استفسار اكتبونا بالتعليقات رأيكم. الفيديو على الاقل 30 لايك ولانك معنك مشترك اشترك معنا وفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. وبالنهاية بتمنى لكم اطيب الاوقات. كان معكم اخوكم باسل من قناة محترف جيمر، والسلام عليكم.